في البداية نختار مكان وطريقة جلوس مريحة، نغمض عيوننا ونبدأ بالتنفس بطريقة هادئة وعميقة. نكرر عملية التنفس حتى تبدأ بالاسترخاء والتسليم لكل عضو من أعضاء جسمك، ابتداء من الرأس حتى أطراف القدمين. الآن وبعد عملية الاسترخاء التام، نسأل أنفسنا بعمق: هل سوف تحب ابنك أو ابنتك إن وجدوا حبا مطلق غير مشروط؟ هل سوف تحبهم حتى لو كانوا ضعفاء؟ هل سوف تحبهم حتى لو كانوا فشلة؟ هل سوف تحبهم حتى لو كانوا كثيري الغلط؟ إذا كانت الإجابة نعم في جميع الحالات السابقة، وهذا هو المنطقي، الآن نكرر عملية النفس العميق. ونحاول الاسترخاء من جديد. الآن اذهب للقاء نفسك في عمر 8 شهور. استشعر المكان والزمان وكل الظروف المواكبة لذلك الوقت. انظر إلى هذا الطفل بتمعن وتأمل كل تصرفاته. ما هي مشاعرك الصادقة تجاهه؟ إن لم تكن مشاعر حب وارتياح واهتمام، اسأل نفسك لماذا؟ ما الذي يمنعك أن تحب هذا الطفل بنفس الطريقة التي تحب بها أبنائك؟ أعد التجربة من جديد بكل التفاصيل حتى تصل لمرحلة الحب الغير مشروط له. الآن وبعد أن توصلت للحب الكامل الغير مشروط لهذا الطفل والتقبل بكل حالاته، اسمح لهذا الطفل بأن ينظر إليك ويتأمل تفاصيلك الحالية. استشعر إحساسه تجاهك. هل هو مرتاح لرؤيتك؟ هل هو غضبان عليك؟ هل هو رافض لوجودك؟ في كل الأحوال توجه إليه بكل هدوء وبدون إجبار، وعرفه بنفسك، وإن لم يكن هناك قبول منه اعتذر منه وأشرح له سبب حرمانك له من طفولته وعفويته وانطلاقه. اشرح له مع الاعتذار بأنك كنت ترى بأن هذا الأفضل له ولم تقصد أبدا أذيته، بالعكس كان هدفك الأول والأخير أن تجعله الأفضل حتى وإن استخدمت الطريق الخطأ بحسب وعيك في تلك المرحلة. خذ وقتك الكافي في الشرح والاعتذار إلى أن يتقبل منك. لا تحاول أن تقاوم مشاعرك مهما كان نوع هذه المشاعر. الآن وبعد أن تأكدت أنه تقبل اعتذارك، ارجع إلى الخطوة الأولى من جديد. اذهب إليه وقابله وجرب مشاعرك تجاه هذا الطفل. هل هي حب مطلق غير مشروط؟ ابدأ باستشعار مشاعر الطفل تجاهك. هل هناك قبول لك؟
إذا لم تصل لهذه المرحلة بعد من مشاعر الحب المطلق، أعد خطوة الاعتذار منه. أما إذا نجحت للوصول لهذه المرحلة، ابدأ بالتواصل الجسدي معه كاللعب والطبطبة ومسك الأيدي بدون إجبار. في حالة أنه تقبل منك اللعب واللمس بأريحية، أطلب منه أن تأخذه في حضنك بدون أي إجبار على ذلك. وفي حالة القبول، خذه في حضنك وأشعره بالإحتواء ودفء الحب والحب المطلق والأمان المطلق والاهتمام المطلق. اجعله يشعر بمشاعرك الصادقة تجاهه وبأنك تحبه حتى وإن كان فاشلا وضعيفا وكثير الغلط. اسمح لكل المشاعر بأن تنتقل له وتملئ كل فراغ لديه من الحب والأمان والاهتمام حتى تفيض هذه المشاعر لديه. الآن وبعد تقبله لهذه المشاعر، ابدأ أنت بأخذ منه مشاعر العفوية والانطلاق والبراءة حتى تمتلئ منها تماما. بعد الانتهاء، أعد الخطوات من جديد، ابتداء من المقابلة والتعريف بنفسك للوصول إلى الحضن والدفء ونقل المشاعر بينكم. بعد الانتهاء، خذ هذا الطفل إلى أصعب موقف تم إيذاؤه في الطفولة، واجعله يعيش كأنه يحصل الآن بكل تفاصيل الموقف مع استشعار كامل للمكان والزمان والوقت وكل ما يمكن استشعاره في الموقف، ولكن هذه المرة بوجودك معه والوقوف في ظهره والطبطبة عليه وشرح الأسباب التي أدت لهذا الموقف ومحاولة تبسيطها له حتى يتقبلها ويشعر بالأمان بوجودك معه. في نهاية الموقف، خذه إلى حضنك وشعره بالأمان والحب والاهتمام المطلق مجددا، حتى وإن كان ضعيف أو فاشل في اتخاذ القرار في الموقف. ابدأ مجددا مع نفس الموقف بكل التفاصيل حتى نهاية الموقف المؤلم، وتأمل مشاعرك الحالية تجاه الموقف. إذا لم تنتهي مشاعرك تماما، أعد لنفس الموقف مجددا، ولكن في كل مرة يجب أن تشرح له بشكل منطقي وعفوي لماذا تعرض لهذا الموقف، وفي نفس الوقت تكون بجانبه وتطبطب عليه حتى تنتهي المشاعر السلبية المصاحبة للموقف تماما. في بعض المواقف الطفل لم يستطيع الرد أو الرفض لشيء فرض عليه، اسمح له بالرد أو الرفض بكل قوة في نفس الموقف. الآن وبعد أن عرفنا الخطوات التي سنعمل عليها في كل موقف، نبدأ باستحضار كل المواقف السلبية التي حصلت معنا واحد تلو الآخر، ونعمل عليها بنفس الطريقة ونكرر كل موقف حتى أن نتأكد تماما بانتهاء كل المشاعر السلبية تجاهه.
الآن وفي المرحلة الثانية، وهي مرحلة العمر الأكبر، بنفس الخطوات السابقة، ولكن هذه المرة نبحث عن المواقف التي حصلت في عمر كبير ونعيشها بنفس الطريقة، ولكن هذه المرة الطفل الذي سوف يكون معنا في ظهرنا ويطبطب علينا ويطلب منا أن نتقبل الموقف ولا نتضايق منه. في النهاية وبعد الانتهاء من كل المواقف في سن الطفولة والكبر، وبعد التأكد بأن جميع المشاعر المصاحبة للمواقف قد انتهت تماما، نعود مجددا لحضن الطفل، ولكن هذه المرة نحضنه بعمق حتى ندمجه معنا. وبهذا نكون انتهينا. في حالة وجود أي مشاعر، نعود بتطبيق نفس الخطوات من البداية. شكرا لاستماعكم، نتمنى لكم حياة سعيدة خالية من كل المشاعر السلبية. أخوكم سهل النخلي.